المتسابق عايض الزايد. عفوا المتسابق الثاني. تفضل عايض. ما عليه عادي طقطق. كل ثلاثة متر. فلاح. اسمع خلي ظهرك على نعم تفضل. ارجع هناك. فلاح. تراجع. تفضل. لا من لا هذا. تفضل استاذ عايض. يلا. تفضل. يلا. إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر صغير كطعم الموت في أمر عظيم ستبكي شجوها فرسي ومهري صفائحها دمعة ماء الجسوم. خليك عايض خليك حضور حضور الله يعطيك العافية يا متسابقنا عايض الآن مع لجنة التحكيم شقران الشمري. نعم يا هلا وسهلا عايض. من وين؟ تفضل. من وين؟ الكويت. يا هلا وسهلا حبيبنا الكويت. يا حبيبي يا هلا فيك. حضور جدا نوعا ما باهت. لغة الجسد عادية جدا يعني. لا ما حصلت الشاعر في وجودك. تفضل دكتور. تفضل استاذ محمد ناصر تحترم وجهة نظرك. اهلا عايض. انا على الصعيد الشخصي احب شعب الكويت شعب وقاده، ولكن طلب بسيط بما ان انا خبير في الحنجره. صح ها صح قل يو لا الحنجره عندنا. شكرا شكرا عايض. شكرا. ارجو انك تاخذ وجهه النظر بعين الاعتبار. هلا والله استاذ عايض حياك الله. يا اهلا وسهلا. سلام اخبارك؟ يا اهلا وسهلا. احنا والله من محبين الكويت. انجبت لنا شعار جميلين. لا تقلد استاذ. لا من محبين الكويت اسمعني. لكن انا لاحظت فيك نقطتين انا ما حبيتها. هو ما يحب وجهه نظر. اسمعني استاذ عايض، الالقاء انت ابي جسمك يتحرك مع القصيده. انت كانك تتهدد. لغه الجسد يا استاذ. لغه الجسد. انت كانك تتهدد. ما حبيت النقطه هذه. ثاني شيء عطل القصيده حقها. يا سلام. انت تتكلم بشكل سريع جدا. ما الحروف ما وصلتنا بشكل واقف كانك خشبه. ما يصير التخصيص. ما لغه اشاره التخصيص ما يصير كررها كثير. عموما الله يعطيك العافيه. سلام. الله يسعدكم. مصافقه للمتسابق عايض الزايد. يستاهل يستاهل. تفضل. والله اني فيكم. الان مع متسابقنا الثالث لهذا اليوم عبد الله القمي.